الله الرحمن الرحيم. تقوم كوادر بلدية مركز الرصافة متمثلة في المركز البلدي الخامس أليف بعمليات رفع النفايات منطقة السعدون والبتاوين ضمن حدود المركز البلدي، ولكن تم توجيهها في الآونة الأخيرة وبعد ورود حالات حجر صحي من وباء فيروس كورونا في عدد من الفنادق في منطقة السعدون بعدم رفع النفايات من هذه المناطق والمناطق المحيطة بها، لكون هذه المنطقة حقيقة تضر الملامسين للعاملين والمتوضعين من تلك المناطق. حقيقة تم توجيه أصحاب الفنادق والعاملين عليها من الكوادر الصحية والطبية بحرق هذه النفايات إداحة إلى المحارق الطبية القريبة منها في مستشفى ابن النفيس وفي المستشفيات القريبة، وعدم السماح بتلامس منتسبي النظافة لهذه النفايات غير الطبية العفو. نقوم بواجبنا برفع كافة أنواع النفايات على الطبية، لأنه هاي بها توجيهات خاصة بأن تكون في محارق خاصة خوفا من الملامسين لها. عمليات تعفير أيضا انتشرت في الآونة الأخيرة في هذه المناطق خوفا على المناطق المحيطة من مناطق تجارية وصناعية، تعرفون منطقة السعدون في الآونة الأخيرة انتشرت فيها العامل التجاري والعامل الصناعي في بعض المناطق. كوادرنا تعمل ليل نهار على تنظيف المناطق المحيطة لهذه المناطق بعد أنه هذه النفايات ما ترفع منها. كذلك قيام أمانة بغداد على مستوى خلية الأزمة بمناقشة كل هذه الحالات والتعاون التام مع الكوادر الطبية والصحية، اللي حقيقة نحييها من منبر الشرقية الكريم، أنه هذه الكوادر هي خط الصد الأول وأمانة بغداد تعتبر خط الصد الثاني باعتبارها متواجدة ليل نهار حتى في فترات الحظر. ما توقفنا ساعة واحد عن العمل، عملنا باجات خاصة لمنتسبينا لوصولهم إلى مواقع عملهم، وكذلك السواق كافة وحتى متعهدين التسطيح تم عمل باجات خاصة لهم لوصولهم إلى منطقة قاطع الدائرة. خلية الأزمة أيضا ناقشت على مستويات عديدة من حملات تعفير يقوم بها أمانة بغداد، وكذلك تصنيعها لمدافع عملاقة للرداد المعفر لكل المناطق، ومارسنا فيه حملات قريبة مع الدائرة الإنتاجية مشكورة، أنه صنعوا مدفع بقطر متر وسبعين سنتيم استخدمناه في منطقة الشيخ عمر وفي بيوت الأمة، وكذلك في منطقة النهضة والشيخ عمر وباب المعظم، وكذلك منطقة الخلاني وشارع الجمهورية بالكامل. عملنا عليه حملات تجريبية كان مستوى الأداء فيه جيد جدا، وكذلك بلدية الرشيد وبلدية الغدير قاموا بحملات مماثلة وتصنيع مدافع عملاقة للرداد المعفر في كافة المناطق.